تعالوا شوفوا. تطور بعمرك وميزان حسناتك. مرحبا شباب، الان بنسوي كذا خدعة لطيفة مع عمال النظافة ونجيب لهم هدية رمضان. خلونا نشوف ردة فعلهم. يلا شوفوا يا جماعة، انا اول شيء عندي هنا مسك ذي، عندي هنا يعني قماشة فاضية. شوف دخل يدك، شوف في شيء، ما بش حاجة صح؟ كمان لحظة نفتح من هنا. شوف دخل يدك في شيء، ما فيش صح؟ في حاجة؟ ما بش حاجة. تمام، نغلقها كذا. تمام، مساك أنت كذا. يلا اشتي كل واحد منكم يجيب لي اسم، يعني اسم أكلة مفضلة لك. لا من حق رمضان يعني، لأن إحنا بكرة رمضان يمكن صح؟ إن شاء الله بعد بكرة. يعني كل واحد جيب يعني ثنتين أكلات. أكلات يعني ثنتين. يعني أكلات من حق رمضان معروفة. أوكي. يلا. محلبية شربة. محلبية. نعمل. أفضل ما. محلبية. شربة. هذه محلبية. ونغلقها كذا. تمام. هذه محلبية هنا. وانت وش شربه صح؟ شربه. وهنا شربه. تمام. انت كمان شفوت. شفوت طبعا احلى حاجه صح. شفوت المفضل عند الشعب اليمني. شفوت حطينا شفوت زياده البسابيس. وش كمان معي فطور الناس؟ ايش كمان؟ يعني سمبوسه. سمبوسه تمام. انا شفوت وكمان ايش؟ سمبوسه. سمبوسه وهذه سمبوسه. غششوا هذه. لا لا خليه هو يختار. ما في مشكلة. مش دارب أكلات رمضان. أنت إيش؟ التمر. التمر. والعنب. أوه. يا إيش هذا الدلع؟ هذا اللي مغشش. تمر وإيش؟ والعنب. عنب بيأكلوا عنب مع رمضان. أيوه. في العشاء بعد العشاء حالي. لو بارد. عندنا في تمر لو بارد العنب. الحبحب والعنب يمشي. العنب أكلة رمضانية. أيوه. عنب. موجودة عندنا. طيب عنب. كم حاجات الآن؟ ست أكلات. ست أكلات صح؟ من أكلات رمضان. طيب حطينا ست الأكلات هنا، حطينا القلم. تمام، الآن عندنا هنا داخل ست أكلات صح؟ طيب الشيء كل واحد منكم يختار ورقة ويقرأه. تمام، يقرأ بدون ما يدري الثاني. أو بدون ما يدري الثاني يقرأ إيش مكتوب، بعدين يرد الورقة. أوكي. تمام، أنت أول واحد اخبط طلع ورقة وقرأها لحالك. أيوه. اوكي غلق وحطها، وانت كمان اخلط. شوف ما الاكله وارجع غلق. ايوه ان شاء الله شوربه ان شاء الله. تمام اكيد. اوكي ما حد يتكلم. ها يلا اخلط وطلع ورقه واقراها لحالك. تمام خلاص، الان كل واحد منكم اختار اكله صح؟ أنا مش عارف، ربما واحد اختار شوربة، واحد اختار محلبي، واحد سمبوسة، واحد تمام واحدة. بس أنا أقدرت أني يعني أقرب شوية، أقارب بينكم. أيوه. تمام، وأقارب بين الاختيارات. أوكي. تمام مسك كذا، بعد للثلاثة. تمام، كل واحد يقول إيش اللي اختار، وكل واحد يقول إيش اللي اختار، يعني نفس اللعبة حق الورقة السابقة. تمام، وانا اقدر اتحكم بعقولكم لا تظنوا. طيب انا بعد غلط تعرف. ايوه بعرف. تمام، انا بعد من واحد لثلاثة وكلكم تقولوا ايش اخترتوا اللي قراها في الورقة. بالضبط، واحد اثنين ثلاثة. تمر. كلكم اخترتوا. طبعا رمضان ما يحلى له بالتمر. كلكم اخترتوا تمر. كلهم اختاروا تمر. طبعا هم ما كانوا يقدروا يختاروا اي شيء، مثلا هنا، مثلا هنا في معنا هنا تمر. تمام، هنا كان في معنا كمان الورقة الثانية شربة، هنا في معنا هنا ايش؟ سمبوسة. سمبوسة، يعني كان ممكن انهم يختاروا اي شيء. هنا شفوت، هنا عنب، هنا كمان يعني حاجات كثيرة حتى انها فاضية. شوف اتأكدوا، شوف دخل يدك فاضية ما فيهاش أي حاجة، كان ممكن يختاروا أي شيء، بس أنا استطعت إني أخليهم يختاروا كلهم إيش؟ التمر. التمر. من خلال قراءتك للشفاء ولا كيف يا أستاذي؟ يعني كذا خدعة. سحر. لا 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 خدعة. بس مش المفاجأة هنا، المفاجأة مش هنا. المفاجأة إني لما كنت في البيت أنا كنت عارف إنكم بتختاروا تمر. تمام؟ وإذا حطيت التمر داخل السيارة، وأنا في البيت.
تعالوا شوفوا. هاي شوف. يعني لو كنا اخترنا شبوت. لو كنت اخترت شبوت كان يطلع لكم شبوت. تمام. ما شاء الله. الله. عرفت انتم بتختاروا التمر. وجهزت لكم. التمر. هذا التمر. شبوت مشكلة صح؟ هذا تمر رمضان لكم هنا. كل واحد شيله له حبه. انتم ثلاثة اشخاص كل واحد شيله حبه. ستر عليك تطور بعمرك وميزان حسناتك. امين يا رب. بقيت وقت امين. الله. الله يفتح عليكم. الله يفتح عليكم هناك. ان شاء الله تفطروا وتدعوا لي. ان شاء الله. الله يفتح. انا طبعا باللعبه ذي والبرنامج. على يقول البعض الحين اني متفق معكم ولا حاجه. الله المستعان. والله والله يا شباب لا قطعنا من الشارع واحنا جالسين نشغل نكنس. واحنا نكنس لا قطعنا بس يعني حبينا انه تكون يعني معزه هي المقابله حاجه يعني كذا فكاهيه حاجه يعني دردشه بمناسبه هذا الشيء بمناسبه قدوم شهر رمضان وان شاء الله يعني هذه الحاجات تكونوا يعني. تحفزوا هذه الحاجات تدعموا اللي تكون عنده مواهب تكون عنده خبرات تكون عنده زي هذه الحاجات يعني تحفزوا في هذا الشيء. الله يفتح عليك. تشجعوا هذه من المواهب اللي ترفع ببلادنا اليمن اولا. حبيبي الله يفتح عليك. تعتبر هي نوع من انواع الثقافه يعني. بالضبط اللي سويناها عباره عن خدعه وخفه يعني انا اسوي كذا طريقه خليتكم تختاروا كلكم التمر يعني بطريقه معينه. والمقطع هذه لو نزلناه في فيسبوك ولا يوتيوب في مشكله. على طول عادي. يلا شكرا لكم يا اخي. وان شاء الله موافقين على النشر ابوته. ان شاء الله يعينكم ربي ويعني يكونوا شباب او يعني زي كذا يحفزوا هذا الشيء لاجل بلادنا اليمن اولا. الله يفتح عليكم. اي خدمات اي وقت. حبيبي الله يستر عليك. في شيء؟ فاضي صح؟ شوف انت؟ ما فيش حاجه دخل يدك ما فيش فاضي تمام؟ نسكرها تمام؟ حطها انت في يدك هذه حطها في يدك ما تروحش لهنا ولا هنا قدام الكاميرا تمام؟ هنا معي صندوق فاضي تمام ممكن تمسك الصندوق كذا تمام انا بطلع فلوس من جيبي بعد لهنا ويعني وانت وقف في المكان اللي تشتي انا بعد 1 2 3 4 5 6 انت وقف لين ما اشتيت تمام ايوه 1 2 3 4 5 5 5 5 بس ما نزيدش طيب تمام اقرب شويه قرب شويه بحط 1 2 5 هذه 5 حط الخمسه هذه فين في الصندوق صندوق فاضي في حاجه ما فيش حاجه احطه في الصندوق تمام احطها في الصندوق بهذا الشكل شكل طبيعي لحظه بس عشان نرتبها صح تمام كده اوكي سكرنا الفلوس في الصندوق 5000 امسك كذا لو سمحت طيب هل ممكن انني اخذ ال 5000 هذه واحطها في اي مكان ممكن كذا بدون ما افتح الصندوق ممكن شوف ها طيب بحط ابز ال 1000 الاولى وارميها هناك ال 1000 الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه الان ما فيش 5000 هنا هذه هناك عشان تتاكدوا بس نفتح الصندوق ما فيش فيه شيء ما فيش طلعت الفلوس انتهت فين هي امسك ذا هات ذا الفلوس هنا ممكن تدخل يدك شوف شوف عدها ليد صاحبك واحد اثنين ثلاثة قرب أربعة خمسة شفت أكيد في حاجة هنا ولا شيء؟ ما أدري. خلاص هناكم هناكم الخمسة آلاف. والله؟ هناكم لكم. الله يرتاح. وياك إن شاء الله. الله. أي خدمة؟ سلام عليكم. الله يرتاح عليك. نزل فيديو فيسبوك عادي. نزل في مكان ما. الله يرتاح عليك. الله يرتاح عليك. في الختام إذا عجبتكم الفكرة وعجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وتعملوا مشاركة للفيديو ورمضان كريم عليكم جميعا. سلام.